اللهم صل على محمد وآل محمد. استبشر الملائكة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى من والاه. أخواني، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا إلى سماحة الشيخ رفيق الدرب. فشيخنا أنا أعرفه حينما كنا شباب وتربينا في مسجد شيخنا الكبير طال الله في عمره الشيخ حمد باقر الناصري، فنشأنا في ذلك المسجد العظيم. فأشكره وأشكركم من أعماق قلبي، ولكن طلب مني أن أتحدث رغم أني لم أهيئ نفسي أن أتحدث لكم. ومع هذا، ففي بداية حديثي كان الحديث ذو شجون أنا وهو فيما يتعلق بمشاكلنا في واقعنا الأوروبي، في واقعنا الآن في كندا أو مونتريال الفرنسية وجزء من فرنسا، أو لغتها فرنسية وثقافتها فرنسية. أما أنا فأعيش في ألمانيا منذ زمن ليس بالقصير. فما نعانيه هو كيف نستطيع أن نحافظ على أنفسنا. أعتقد كلنا في الهم سوا، يعني هنا في مشاكل الاجتماعية وهناك في مشاكل الاجتماعية. وأخطر ما نواجهه هو التفكك الأسري. قد يظن البعض، رغم أن أعتذر من سماحة الشيخ، رغم أن الحكم الشرعي ضروري ويجب أن تكون المرأة تعرف حقها والرجل يعرف حق الشرعي، وحتى نستطيع أن نبني علاقة ما بين الاثنين معا. أنا اختصاصي علاج نفسي، وأعرف المشاكل النفسية، وما أكثر المشاكل النفسية التي جاءتني في العيادة، وخصوصا من الجاليات المسلمة أو الجاليات الشرقية أو غير الشرقية، أي مو المسلمة، الثقافة الإسلامية لها أثر كبير في المشكلة النفسية. المهم، أقول معذرة من سماحة الشيخ حينما تطرق إلى الحكم الشرعي. لو فرضنا المرأة تعرف حقها الشرعي والرجل يعرف حقه الشرعي، وهذه ضرورية لبناء الأسرة الصالحة أو قريبة من الصلاح، لكن هناك شيء لم نلتفت له. حتى كنت مع أحد العلماء في إحدى القنوات، فكان الشيخ يصر على أنه الرجل أن يكون ملتزما بالأحكام الشرعية والمرأة ملتزمة بالأحكام الشرعية. فقلت له فيما قلت: لو كانا معصومين، لو كان الرجل والمرأة معصومين، ليس بالضرورة أن يكونوا أو يكونوا أسرة ناجحة. هناك مفهوم بالألماني يسمونه الهرونومي، أي التناغم. لا، لم يوجد التناغم بين المرأة والرجل، فلا يمكن أن تقام أسرة مسلمة صالحة. والتناغم هو التفاهم، التفاهم أو وضع خطة كيف نستطيع أن نحافظ على أسرانا، على المرأة، على الرجل، على الأولاد. قبل قليل كنت أتحدث مع سماحة الشيخ حول الجيل، ضاع أو ما ضاع، بقى أو ما بقى. لكن الإشكالية الآن الذين يأتوننا جدد الآن، المرأة كيف تترك سنة وسنتين وإذا هي تعلن مطالبها بالطلاق من زوجها أو الانفصال عن زوجها؟ هاي مشكلة. كيف نستطيع نحن كجاليات مسلمة، مراكز إسلامية، حسينيات،
أن نحتضن أبناءنا ونحافظ على أبنائنا ونحافظ على أسرنا ونحافظ على ما هو موجود عندنا، رغم أننا نطمح أن نكون جزء من هذا المجتمع الذي نعيش فيه، أن نغيره، نوفق في أن نكون جزء من هذا المجتمع ولنا كلمتنا ونحافظ على خصوصيتنا، بشرط أن نكون فاعلين. أقول لكم قصة. مؤلمة حقيقة القصة، وإيجابية وسلبية القصة. في ألمانيا أرادوا أن يمنعوا الختان، ختان الطهور، أرادوا يمنعوه ألمانيا. فمن الذي اعترض؟ اعترض المسلمون، واعترض أحسن، واعترض اليهود. اعترض المسلمون واعترض اليهود باعتبار اليهود يختنون. فاعترضنا اثنين، نحن نعترض بلا فعل، نحن نعترض بلا فعل. نادرا أن يكون من عندنا عضو برلمان مثلا، نادرا من يكون من عندنا من هم في مستويات مؤثرة ثقافية معرفية صحفية، يعني محدودة. يعني تصور خلنا نحكي قصة قبل القصة، تصور الأتراك عندنا ما يقارب 3 ملايين جايين بالخمسينات من القرن العشرين. فحين أول يوم أتخرج من الجامعة وأتعين في مركز مهم، فكان الشيفة عن المديرة الرئيسة كان يقول لي معقولة تركي يشتغلوا ويانا؟ يعني دي تركي شئست أين بوتسين فراو أودر أين دونر كبا، يعني الأتراك لو مرة تشتغل بالبيوت يعني تنظف، لو يبيعون هذا يسمونه شاور ويسمونه دونر كبا، هكذا ينظرون إنه. إذا لا أنا مو تركي، أنا عراقي بالأصل. المهم، فقصدي ما لنا دور، فدورنا كان يكون ضعيف، أحسن الآخرين رغم قلتهم، فدورنا فاعل لأنهم سيطورنا. المهم، هاي القصة اللي حول الطهور أو الختان. في المقاطعة اللي أسكن فيها أنا في هامبورغ معروفة، فكانوا يناقشونها بالتلفزيون بالصحافة، يناقشون إنه حينما نطهر الأولاد نختنهم راح هذا الولد يتعقد ويتحول إلى شخصية معقدة. وبالدراسات النفسية الشخصيات الأولى أو الطفولة الأولى أو الخمس سنوات الأولى تؤثر في بناء شخصيتك، أكثر من 70-80-90% من شخصيتك تتأثر بما تعلمته بطفولتك، ما عانيته من طفولتك، ما نشأت عليه من طفولتك. والرسول صلى الله عليه وسلم له كلمة جدا جميلة، جدا جدا جميلة، يقول كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أنت صفحة بيضاء، فيملأك أبوك، يملأك المجتمع، يملأك الجامع، يملأك المعلم، يملأك المسجد، يملأك الشيخ، يملأك الدين، يملأك ما تسمعه، فتتكون شخصيتك. المهم، مسوي الندوة، فأنا دعوني بعنوان أنه أنا مسلم ومتخصص بالمشاكل النفسية ويعني فاعل اجتماعي، لأن يعني عندنا في هامبورغ، قد تعلمون أنه المركز الإسلامي في هامبورغ ربما أول مركز إسلامي شيعي أنشئ في أوروبا. هذا المركز وضع اللبنة أو الحجر الأساس سنة 54. من وضعه طبعا مصائب قوم من عند قوم، شو فوائده؟ التجار الايرانيين متواجدين بكثره بالمانيا، هاي خلنا نفتح قوس وادخل بالسياسه، ترى يكذب عليك يقول لك العلاقه بين ايران والمانيا خربت. تروح للهافن، الهافن الميناء، هامبورغ هي ميناء اكبر ميناء في المانيا، تروح للميناء تمشي بالميناء ما تتحدث الا لغه فارسيه، ما تشوف الا السجاد العجمي وتشوف البنوك الايرانيه. فالالمان والايراني بيناتهم علاقه. فراد التجار الإيرانيون وعلى طريقة الكنيسة يريدهم يوم أحد أو يوم يحتفلون به من يقعدون ويتعبون، فاتصلوا آية الله البروجردي، وآية الله البروجردي سماحة الشيخ يعرف هو المؤسس الحقيقي لحوزة قم بعد الشيخ الحائري، مو هيك؟ فآية الله البروجردي شخصية يعني كان مهتم كل همه شلون يثبت أركان حوزة قم.
وايضا البروجكت له علاقه ايجابيه مع الشاه، والشاه يخاف من عنده ويحترمه حيل. فايضا البروجكت جو التجار قالوا له ردي بني مسجد وكذا، فقالهم الحقوق الشرعيه مسموحه لكم. وين بنوا هذا المركز لما هامبورغ؟ بنوه على افضل منطقه، اجمل منطقه في هامبورغ اسمها الالستر، يعني بحيره الالستر، اجمل بحيره في هامبورغ. وهي منطقة عمانية وتجارة، فالألمانية اعترضوا الألمانيين، فاتصل آية الله البروجرد بمن؟ بالشاه. الشاه نفسه تدخل فبني هذا المسجد، الحجر الأساس في سنة 54، فتح المسجد سنة 59، مسجد تحفة فنية رائعة، وفي نشاط وأنا أشتغل فيه متطوعا لله. زين في هذا المسجد، فالمهم دعيت إلى ندوة أنا ورابي. رابي يعني رجل دين يهودي، انا ورابي ورجل دين يهودي ووحدة ألمانية بالبوندستاغ بالبرلمان. فاحتياطي كنا نتحدث، تحدثت الألمانية تطرح قضايا علمية باعتبار طول كذا والختان يعمل كذا وكذا، احتياطي انا شدد عليها رد علمي ايضا. الرابي قاعد يصفي انا هاي موضوع الشاهد وهاي الفصل إذا أتحدثها التي أريد أن أقولها، كيف أنه يقولون قطع البطي الشيخ خالد زيرج، قطع البطي عند الغنم وقبل يأخذون ضريبة على الغنم، فكل الناس يأخذون منهم ضريبة إلا قطع البطي، فالغنم يسموها كرة، يقول لك تسد كرة بسد قاطع، هي كرة كلي وشبعينه لا تعطي الميل ولا خمس معلوم. المهم جاء صاحبنا الرابي، انا خلصت حديثي فيس تو فيس جول جول، جاء الرابي قاعد بصفي، قال انا ما عندي شيء بس كلمه واحده اقولها، اقول للدكتوره اللي هي عضو البوندستاغ البرلمان الالماني، اقول لها 90% او 80% كحد ادنى من الذين حصلوا على جائزه نوبل فهم مختونين. فهمت القصه؟ ليش ما تعقدوا هم مختونين؟ لان تقولهم كلهم يهود. فاعلين ناس حاصلين على جائزه، قال وين التعقيد؟ مو تقول لي تتعقد الطفوله؟ في الطهور؟ والجمهور كله صفق وانا مصفقت. لا رابي صفق. بحماس وقول جات الندوة. فالمسلمين مع الأسف يعني رغم هالكثرة ليش؟ نقطة مهمة، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك شو يهدمه؟ يعني أنا واضح أنا متعب روحي، لا لي علاقة برجال الدين ولا رجل الدين، أنا متعب روحي ذابح روحي ذبح، أريد أوصل كلمة الإسلام، أريد نحافظ على أبنائنا، يجي واحد يخرب كل ما بنيته أنا. هاي مصيبتنا. هاي مصيبتنا الآن، فجاليتنا مع الأسف مو فاعلة، متضح خطة يجي من يخربط عليك ويخرب، يقول له لو شنو هي لو ألعب؟ لو أخرب الملعب. فهذا ما أردت أن أقوله، وإن شاء الله أنتم ملتفتين إلى هذه الظاهرة. هذه الظاهرة يجب أن نبحث لها عن حل. ويجب أن نكون فاعلين وبعد ومتسلحين بالفقه وبالعلم. الدين والعلم لا يفترقان، العلم يدخل من؟ إلى الإيمان. الله يتجلى وين؟ في عصر العلم، وأنا يشهد ربي علي أني قرأت أطنانا من الكتب، وقرأت الفلسفة الألمانية بلغتها. هيجل وكانت وهايديغار وهابرماس لا زال حيا موجود، الفيلسوف الالماني لا زال حيا، وناقشتهم وعشتهم، ثقوا اعظم من الاسلام معكم، وبعد وافضل من مذهب اهل البيت هم معكم. ورحم الله شيخنا الوائل يقول والمجد يحتقر الجبان لانه شرب الصدى مجز الجهر وعلى يديه المنبع. وعلى يديه شو؟ المنبع. احنا ترى يعني هذا الفكر الاسلامي، انا درست على يد اشهر معالج نفساني في التحليل النفسي هو فرانكل. مات. ففرانكل كان له كتاب باللغه الانجليزيه ذا مينج اوف ذا لايف، معنى للحياه.
كيف تعطي معنى الحياة إذا أردت أن تكون خالي من مشاكلك النفسية؟ و90% من العالم تعاني مشاكل نفسية، من نسوانا تعاني مشاكل نفسية، أم الرجال تعاني مشاكل نفسية، وروحوا المدنة هناك وشوفوا شو فلان ايش يحل لك المشكلة، واحد يطلع لك الجندي، وواحد مدري ايش يسوي فيك، روح لهناك وشوفوا، وحتى قسم عاش عندنا هنا في أوروبا وتتصل بأبو علي الشيب يعني. فإحنا إذا جالية لا هي علمية لا هي فقهية لا متفقهة لا تجيد إلا شيء واحد لا أريد أن أذكره، لأن ربما تحملون عليه الحملة، فلا نجيد شيء إلا شيئا واحدا. أقول لكم قصة وأختم بالعيادة. أغلب النساء اللي تجيني تقول لي يا دكتور راكبني جني، وما كان ما شفت لي واحدة ألمانية جتني وقالت راكبني جني، إلا واحدة ألمانية حتى أنا عندي إضاءات على الواتساب أسميها إضاءات، فحتى سويت إضاءة الفورد والجني. وهي جت وحدة ألمانية قالت والله يا دكتور محجبة وشعبة وشكلها مقبول، قالت لي يا دكتور الفورد راكبها جني. قلت شنو الفورد راكبها جني؟ عندي اسمك فورد؟ قالت لا الفورد راكبها جني. قلت لها خو بعدين عرفت الفورد سيارتها، قلت انا اقول لك اطلع الجيني، بس اطلع الجيني من البشر مو اطلع الجيني من السياره. زين المهم ثاني هم زوجها واحد مغربي، المغربي شو معلمها؟ لا معلمه لا ثقافه لا علم لا معلم، معلمه انه الجني يصعد وينزل، ولا واحد ما راكبه جني، و90% من النسوان راكبه جني. زين صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على شيخنا. عادتكم خلصت انا لو ذا تسالوني انا بجاوب. لا أريد نسأل. لا أريد أن أشكر. رجل أولاً يعني سواء كان في اختصاصك أو حتى في الاختصاصات الباقية عندك مؤلفات وعندك كتب ومبدع إن شاء الله فيها. الآن على أقل تقدير نستفيد يعني من اختصاصك وبلاش. أنا أقول لي واحد يروح إلى هذا الطبيب النفسي أو الفلان يحتاج لفلوس 90 يورو عندنا بهم ماني الفحص 90 يورو فأنت جزاك الله خير. بارك الله فيك. هذه ظاهرة مادية احنا ناهم حقوق ويانا واحد من الجزائر واحد من المغرب واحد من فلان كأخوان قاعدين. هاي الظاهرة الآن يعني مع تطور العلم بدأت تعود بشكل قوي وتنتشر. أنت حسب تجربتك يعني تدري احنا ايام تذكر انت ذكرت ايام المسجد الوالد الشيخ الناصريه مدينه كبيره وكان بيها واحد متخفي يبيع كتب وكل اثناء يسوي هاي السوالف مال السحاب واحنا شباب واحنا عليهم ما خلينا وهددنا قلنا له يعني عن كذا وكذا. بعد هاي الجولة والكمبيوتر والتواصل والطباعة والثقافة والفضائيات اللي صارت الآن يعني عشرات الفضائيات الإسلامية سووا أدعية وسووا محاضرات وسووا أشياء، هاي الظاهرة رجعت من جديد انتشرت بشكل غير طبيعي. يعني هسه بالناصرية عندنا 40-50 اليوم ذكرت للإخوان قلت لهم قد واحد كاتب انه العالم الروحاني فلان من فلان اعرفه يعني كل شيء معروف، لا هو على المستوى الديني ولا هو على المستوى الدراسي، فكاتب العالم الروحاني المجاز من قبل الجامعه والحوزه في القطاع الشبيه. طبعا هذا يدري انه هاي السالفه صالح يونطه الجامعه وصالح حلها يونطه والفلان وبالتالي كتبها هو اللي يدري واحد وراه ويحاسبه زين او سموه لنا حسابات حكومه او شيء اقلا حسابات الاختصاص لو الحوزه لو الجامعه او الثقافه تلاحقها. فانت من خلال تجربتك احنا لا هم موجودين يعني وهي هاي اكثر شيء من بلاد المغرب يعني عندك المغرب الخصوص وتنزل الجزائر شويه
وراها تونس شويه وفلان، بس اول صعده فوق المغرب. فمن خلال تجربتك ما هي الصيغه؟ انا طبعا هنا يوميه تليفون شيخنا تجي فلان مدري شنو، انا اجيها بالجانب يعني شوي شوي نفسي، اقول لها انت ملتزمه بصلاتك؟ افتهم لا ما ملتزمه، ملتزمه باشياء، ملتزمه كذا. اقول هذا سببه، يعني حينما يبتعد الانسان عن الله راح يصير مجال لهذا المجال، لهذه القضيه تدخل. بس كقضيه علميه شنو افضل طريقه اللي شعرت بانه منتجه وتاثرت بها على بعض النساء وحتى على بعض الرجال؟ بس العلماء يصرحون ان هاي ميل كبار وما يجوز، على ما يجوز الذهاب للساحر والمدري شنو، هي من الكبائر وما يجوز. بس هاي كل ما قاعد يعني علمي. احسنت مولانا، اضرب لكم قصه واجاوب ان شاء الله. حقيقه جاءني احد اخواننا من الاكراد الفعليه، قال لي ان فلان عنده مشكله بس هو ما يقدر يجي معك. قلت له ليش؟ قال لانه هو بالاصل بعثي، من اصل بحثي ومن ندها من الناصرية. ايوه اعرفه وتعرفه انت بس ما تقول. فخير يا ابا خير، شو المشكلة؟ قلت خليني اجوزها بعد، خليني مو بيجي كذا حج وياي. قال والله زوجتي تريد تلتقي لو بشيخ حميد المهاجر لو بشيخ علي الكوراني. قلت له ليش؟ قال هاي واصلتها معلومات ان هناك مؤامره على الامام المهدي، مؤامره على الامام المهدي، وهي تريد توصل خبر للجماعه لانهم ذولا عندهم علاقه بالامام المهدي. قلت له ماكو مشكله، انا بروح قلها اليوم اجيب لك ممثل الشيخين، هذا العلاج يسمونه عندنا بالالماني بلاسيبو، يعني العلاج به مثلا تجيب كبسوله فارغه تدخل بها سكر، تخلي بها كركم، واحد ما ينام تطي ينصفر وينام، هذا يسمونه بلاسيبو، يعني علاج خله فاضي ما يجي. فانا استخدمت هاي الطريقه، قلت اروح قلها انا راح اجيب لك ممثل الشيخين حميد المهاجر وشيخ علي الكوراني. انا ايش سويت؟ انا بتصل بجماعه وبالشباب، عندي دشداشه وعندي عرقشينه، بس دشداشتي وعرقشينتي، وقلت تعال خذني بسيارتك لبيتكم. رحت دخلت كذا حكيت وياه شوي، قال هذا ممثل الشيخين، مو حكيت وياه شوي شوي، اخر شيء قلت له روح روح على صفحه خليني احكي وياه. راح صار بغرفه وانا ظليت اسولف وياه. انا مسكين هذا جاء اغلب ربعنا مع الازهر نادر ما انتج صادقا، هو طبعا سوى له الهرمونات وزور خواشيك، راح تجي له اوروبا تعيش بجنه، وهو يشتغل ما ادري ايش، يشتغل بفندق بخمس نجوم، في حين هو يشتغل رجال مطعم، مطعم يبيع فلافل ما ادري ايش يبيع، واحد فلسطيني زين. فجابها سكنها بسكن، سكن من تدرون اغلب السكن هناك عندنا تعبان ذول الساكنين، مثلنا بالمناسبه مثل مساجدنا في المانيا 110 مسجد، لكن اغلبها عباره عن مخازن او كذا ما ادري ايش مسوينها غرف ومن عليها مساجد. نفس الشيء، فهذا ساكن وهذا السكن. يوم رحت حكيت وياه كذا كذا، اخر شيء مسكينه تعيش غربه، لا تعرف لغه المانيه، لا طالع على السوق، لا شايف شيء بالدنيا. هاي منين تجي الافكار؟ تقوم تسحب من اللاشعور، لانه تكوينك انت، اي واحد منكم الان، تكوين النفسي، جهاز النفسي متكون من شيئين، الشعور ولا شعور؟ الشعور كلنا نحس به. هسه واحد عم اجيب لكم مثلا ساش تاع السكر، واحد من روعنا يقول عم الخايف لا تقول له لا تخاف، هو صعد وياك بالطياره ذا انا جيت، صعد وياك بالطياره هو يرجف، تقول له لا تخاف، يقول لك لو بيدي انا ما خفت، لو بيدي هم ما خفت. لكن المساله لها شعوريه، نتيجة المقموعات التربوية الخمس سنوات الأولى تشكل 80 90 من شخصيتك،
كم قم عوق أهلك في تربيتهم الغلط. فكل هذا سوى هذا خلق لا شعور عندك متأزم. هذا اللا شعور مجرد أنه يخفت الشعور أو يبطأ الشعور، تعيش في أجواء مثلاً بترضى مسخن ماخذ حبوب مهلوس، يقوم يطلع يسحب خارج، يطلع عندك الشعور. هذا إحنا يقول شو يقولون عليه خروج، يحكي شيش بيش. هذا كله نتائج اللا شعور. هاي عاشت بهاي الشدة وهاي الضيق فاشتغل عندها اللا شعور. أما سؤالك شيخنا، يقول الإمام الشافعي أعتقد بيت شعر جميل، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي. الحل العلم، يكفي العلم فخرا أن حتى الجاهل يدعي. كل هؤلاء النتيجة هي تقول لي ثقافة، لا ما موجودة ثقافة، ما موجود علم، ما موجود معرفة. ترى الناس كلها هب بياض. أنا كنت في مكة، في مكة رايح للحج بالصدفة، رايح حج نيابة عن أحد الأخوة. وبهالأثناء كنت ماكو أحد غيري، فصرت هم حاج هم وش روحي. كل الأسئلة التي تسأل من 70 حاج جاية من ألمانيا كلهم ما يعرفون شلون يتوضون. زين عندنا 110 مسجد. السول 110 مسجد في ألمانيا، السول إذا وضوء ما تعرفون وضوء. أحكيكم قصة أخرى حقيقية، عندي وقت خبرت عليكم؟ لا. قصة حقيقية. خبرتني أحد الأخوات، سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت لي: أنا مولانا بدي أروح للحج، أو أريد أروح للحج. حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. قالت: مولانا بس أنا مو 5. قلت لها: أختي أنت تقلدين من؟ قالت: والله قلد علي بن أبي طالب. قلت لها: والله نعم التقليد، كذا احنا نقلد علي بن أبي طالب. قلت لها: أختي أنت شنو أنت؟ ربي يشهد علي وأنا في هذه المسجد. قلت لها: أختي شنو أنت؟ قالت: أنا خريجة كلية العلوم جامعة بغداد قسم البيولوجي، وهي لي 8 سنين في الحسينية. اسمعي يا مولانا شيخنا حتى تعرفون على الحسينيات، الحسينيات تأتي غلط ولا ما تأتي غلط. أنا 8 سنين إلي أعلم أولاد المسلمين القرآن واللغة العربية. قلت لها: أختي، أختي، إحنا الشيعة ماكو مسجد إلا ما بيه مكتبة، وأول شيء موجود بالمكتبة رسالة شنو؟ العملية. وأول مسألة في الرسالة العملية الاجتهاد والتقليد، التقليد العامي مو يجي بلا، عفوا، عمل عامي بلا تقليد باطل، مو؟ قلت لها: زين الحسينية ما بيها هذا، ما في شيء. قالت: والله جايين قاعدين احنا النسوان ننتظر القيمه ونسولف ونجرش حكي، والمهم نريده بس يخلص يقرا عزا فقط، ولا يتطرقون علما الى الاحكام الشرعيه. فمولانا الحل بالعلم، والحل ان نثقف الناس بان المشكله النفسيه مو جنون، ماكو شيء اسمه جنون ابد. رحم الله السيد محمد حسين، فقلت أنا سألته شخصيا، قلت له: صديقك هو جني يركب الإنسان؟ قال: ما عندنا دليل شرعي أن الإنسان الجن يطب الإنسان. علميا تأتي العلم لا يقول بأن الإنسان دخل فيه الجن، وإنما يقول هي هاي مشاكل نفسية، وهاي المشاكل النفسية نتيجة ضغوطات الحياة، نتيجة التربية الغلط، نتيجة المقموعات والأمراض النفسية. تقسم إلى قسمين: ذهانية وعصابية. الذهانية هي اللي نسميها بالعامية جنون نحن. ليش؟ لأنه شو اسمه ذهاني، يذهل الإنسان، يفقد اتصاله بالواقع، ما عنده اتصال بالواقع. يعني قلت النجفين نايم بالبحر، هو مزبونه مكيف على حالته، راضي بوضعه. هذا من هو المصاب، ونسميه بالعامية بين قوسين جنون. أنا ما أؤمن بشيء اسمه جنون، وإنما حالة ذهانية. عندنا الأمراض العصابية وهي الأمراض النفسية، ولا يوجد واحد فيكم ما مصاب بالأمراض النفسية وعنده مشكلة نفسية، ولا واحد فيكم، ولا حتى فيهم بما فيهم أنا. هاي يسمونها الأمراض العصابية، حالات نفسية موجودة عند كل إنسان، ولكن نتيجة التربية الغلط، نتيجة الظروف، نتيجة ضغط الحياة، نتيجة الشدة تتطرف. الغضب كلنا نغضب، لكن رحم الله الإمام الشافعي أيضا يقول: إذا أغضبته ولم يغضب فهو شو؟ كرم الحمار. أي واحد يغضب حينما توجه لبعض الإهانات إلا الحمار. لكن
حينما يتطرف الغضب شو يصير؟ يصير حالة نفسية أو حالة مرضية أو مشكلة نفسية غير طبيعية. المسألة ما فيها يا مولا أن نثقف الناس إنه المرض النفسي مثل رأسي يوجعني آخر حباية أسبرين، عندي مشكلة نفسية أراجع للطبيب النفساني. هم يعتبرون يعني بعض المرات يعتبروننا كرجال دين، احنا هم متخصصين بهذا القضيه. وخجان بالروحاني ايجابي مو سلبي. بس احنا خبرتنا قليله تدرس، ولا بالحوزات هاي تدرس القضايا، ولا اكو لها كتب ميسره. والله ما اكثر الكتب الميسره يا شيخ. انت سوي لك كتاب ان شاء الله. عندي 300 كتاب بس كل كتب مبعوث، يعني 300 بعث بس كلها باللغه العمانيه مع الاسف. ان شاء الله انه انا ما صار عندي، تدري انا شو ترى تعرف بي انا وحده عميه، وحده اشوف بها شويه، يعني انا صار لي جلطه الناس تصفها بقلبها ما ادري ايش، انا ضربني بالعيون اثنين ترومبوزه، كنت صايم مع الاسف قله سوائل فضربتني يسموها بالامان ترومبوزه بالعيون اثنين، وحده نعمت وحده لعقت. الله بلي. في سؤال بعد؟ استاذ رسالة ب 20 30 مثلا من خلال تجربتك. انا افكر بها والله مو وحده وشنو حلها؟ اي ما انا بفكر به ان شاء الله. هذا اللي تفضلون ان شاء الله. اولا الان احنا مثلا 50 ولايه في امريكا، كل ولايه بعمرها فيها 5 مدن، فكل ولايه بها مركز وتجمع وبها محمد وشيء، بس ما احفظ انا ما اعرف مو شروط يعني اقصى شيء اقول لها حاولي ان تلتزمي، خلي ثقتك بالله، خلي فلان. هذا تدري هذا ولا حليت مشكله. الوعظ يعني اهون طريقه في علاج المشاكل هو هذا، عندهم يسمونه بالعلم بالالماني يسمونه سايكولوجيش تيفي بسيكولوجي، سايكولوجيه الاعماق، اعماقك شلون توصلها. شو مثلكم هذا ساجد يقول خايف لا تقول له لا تخاف، بس كل الناس يسولف والله عمي ليش خايف وش فيك انت، صير شجاع. هو قال هو لو بيدي كان ايش ما نرجف من الطياره، ليش ما ترجف؟ الالماني حاط البيره بيده بحلقه ويقرا في الجريده وما عنده مشكله، احنا ربعنا ما خلى امام ما استغاث به. والطياره هي مجرد تحركت شويه. بل يا اخي الكريم. مولانا بارك الله فيك. حقيقه هذه اللقاء العجاله هاي بالكلمات التجارب هاي الله يبارك فيك. بدايه الحديث تفضلتوا انه الجاليه الاسلاميه خاصه انت شاهد حقيقه معتبر خبرة تجربة كبيرة بالخارج، فالجالية العربية ما تمثل يعني ما ادري شو كنت راح تمثل، خلينا نقول ما تمثل بالاعتبار يعني، وجبت بالمقابل الجالية اليهودية يعني لها تأثيرها ولا كذا. شيخ احنا هنا قاعد نعاني، انا مثلا 10 سنين غير 30 سنة تقريبا يعني، فنقول بأنه المشكلة قاعد نفقد التواصل ويا الأبناء. الأب يجي منها كمثل ما قلت محمل بتركة ثقافية شرقية يعني بمساوئها، مثل ما تفضلت بينت كثير بانه الانسان بيجي منها كتركه يعني علميه وحقيقه يعني بها ما بها يعني ما استخدم الكلمات يعني زين. الابن ان انا انولد بهذا الجو يعتبر نفسه هو علمي يعني، وشوف ابوه فصار اكو فتقار بين الابن والاب زين. احنا نحكي هوايه فنريد في الواحد يعني حقيقه يعني صعب تضغط هاي الكار، فنريد في امثله ممكن شوي نعالج هذا خاصه خاصة زين. اليهود مقابلنا نفس يعني ديانة بس عندهم سيطرة على هذا الموضوع، يعني الآباء يعني وين أبناء ما عندهم هاي المشكلة الكبيرة اللي مثل ما احنا بيناتنا يعني. وهاي آخر شيء أقوله يعني مولانا، إنه الابن هناك يطيع أبوه يعني بالطرف المقابل وما يستنكف من الاشياء اللي ورثها ابوه مثل ما هنا احنا يعني يعني، والابو نفس الشيء ما يستنكف بانه الابن هنا اذا تعلم او شيء، فاكو يعني معجون بيناتهم يعني احنا هنا نفتقده. فهمت ما ادري كم سنه بالخارج مع اللغه الالمانيه، فاذا شفت الكثير من الشباب والاباء والتجارب فحقيقة يعني والله يعني نعاني من هذا الشيء يا شيخ. انا واحد تفرقت انا وسمحت الشيخ نعاني اي، ما عندنا استراتيجيه، لا عندنا مؤسسات تساعدنا، واغلبها جهود فرديه وجهد وجهود الفرد هي بعضها تحارب، بعض الاحيان جهود الفرد تحارب. انا تجربه معي، انا كثير من الجهات اكس من الجهات يعني بتتقبل هكذا افكار اطرحها
انسى التلفزيون استوعبتوا انه انا حكيت هاي الافكار، اكو مكانات ما تستوعب هذا الحديث. زين؟ فالمسألة وما فيها يعني بالتجربة. انا قبل شوي قلت سماحة الشيخ، انا عندي ثلاث اولاد. ثلاثتهم تقريبا مولودين بألمانيا. وثلاثتهم كملوا الدراسة، بس يشهد ربي علي وهذه ليلة الجمعة. قلت سماحة الشيخ، أنا عندي اثنين من أولادي ما طلعت عليهم الشمس ما صلوا الصبح. أبد أشهد أنهم ناس مؤمنين ملتزمين، واحد يكمل دكتوراه في العلاج النفسي، واحد يكمل دكتوراه في الهندسة، دول إبراهيم ومرتضى. أحمد يقطش اللي هو أكبرهم، بس أنا وضعت براسي خطة انه انا اريد اولادي، كل اهتماماتي كانت اريد انه انا اعتبر اولادي جزء من رسالتي في الحياه، جزء من رسالتي الاسلاميه، واصيح اصرخ في الجاهليه العراقيه يا عالم اهتموا باولادكم. تدري اغلب اولاد العراقيين في المانيا هم يسمونها هاوبتشوله. هاوبتشوله يعني مدرسه ما يروح العيشي، خير ما كان يصير عامل. في حين يا جماعة أنا أعرف في ناس يقول لي أنا إيش حصلت من الشهادة؟ أنا قاعد هنا ما حصلت من الشهادة، درست بيوغوسلافيا، درست مدري وين وما حصلت. فهذه المشكلة، علينا أن نعيد تربية الآباء والأبناء. وأنت تعيش في صراع، المجتمع مو لك، المجتمع مو لك. أنت إذا أرضى بالغنيمة بالإيار، بعض الأحيان أرضى بأقل الخسائر ولا تفكر بالنجاح، بأقل الخسائر. لكن الإشكالية وين؟ لو كان القائمين على العمل الإسلامي واعين. ولكن يشهد ربي علي إني وجدت الكثير منهم نايم بالبحر، أنا وزبوني أحدهم كنت أقول له والله أنا الليل ما نام لأن أفكر بالجاهل، يقول لي أنت شو موازيك؟ أنت إيش صاير لك؟ تفضل. أولاً أنا عندي سؤال. تفضل. عندي ثلاث أسئلة. أول، ذكرت في البداية ذكرت هيبرماس، قلت إنه هيبرماس حي. أنا اللي بعرفه حي هيبرماس توفى. هيبرماس الرجل الذي كتب بعد الحرب العالمية الثانية. هيبرماس لا زال حي. أنا التقيت ما أدري جوز حسبيت إلى سنة أو سنتين، التقيت به قبل حوالي 4 سنوات. كنت أنا وياه، كان في طهران، كنت أنا جاي من طهران وجوية، وتحاورنا 4 ساعات من 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 طهران إلى فرانكفورت. فهابرماس هذا يعني الفيلسوف الالماني الحي لا زال موجود. هو بالمناسبه هو مدرسه فرانكفورت تبع الجيماين يسموها، زين، او هاي مدرسه فرانكفورت، ومن ضمنهم بوبر، كارل بوبر، ومن ضمنهم هربرت ماركوزي، طبعا بالعربي هربرت ماركوزي يسمونه بالانجليزي، بينما هو بالالماني هربرت ماركوزي. المهم هذا هو له كتاب بعد الحرب العالميه، كتاب معروف كثير، الايرانيين عملوا كثير عليه دراسات اسمه الحضاره الغربيه. بالضبط. هذا الكتاب هذا هو مترجم، ما ادري هل هو هذا الكتاب هابرماس، ما ادري هذا معروف، ما سمعت كثير خاصه في ايران. هو اكثر واحد ترجمه، اكثر واحد ترجمه في اللغه الفرنسيه ودخلوا السوربون، هو واحد مفكر جزائري اسمه محن طازروت، مفكر كبير. خلاص ما هي هابرماس هذا. النقطه الثانيه في قضيه، في نفس السياق بيسالوا الشيخ على قضيه، لان انت طرقت الى موضوع حساس جدا وجديد الى هذا، قضيه السيكولوجيه والعلاقه بينها بين. أنا أسألك سؤال بطريقة أخرى، بسياقة أخرى عند الشيخ. لنفرض أنه بنت مسلمة أو ولد مسلم ملتزم، تربى في بيت، عائلة متدينة، يصلي صلاة الصبح، يقوم الليل، روحاني كذا، يا ترى هو محصن من الأمراض المعاصرة زي بايبولاريتي، بوردر لاين بيرسوناليتي وشغلات هذه؟ هو أنا لا أشوف عندنا وين دور الدين في المسألة النفسية أو المشكلة النفسية أو المرض النفسي. دور الدين في الوقاية ممكن، في العلاج دور الدين يكاد يكون صفر، في التحصين ممكن، عندنا في منهج العلاج عندنا وقاية وعندنا علاج وعندنا تحصين. بعد أن يتم العلاج نحتاج إلى يعني نوع من الحصانة حتى الإنسان ما يعود إلى المرض الذي شفي منه. وذكرت أنا في أمراض ذهانية
اللي هي نسميها شيزوفرينيا، وكلمة شيزوفرينيا بالمناسبة أو كلمة ألمانية معناها الانفصام ما بين الإنسان بين العقل والواقع. مو عنده شخصيتين، لذاك دبل بيرسوناليتي يختلف، مزدوج الشخصية يختلف عن الانفصام. لا أنا جبت لك يعني كمثل يعني مثلا فعندنا الدين له دور في الحصانة، ونادرا أن تجد متدينا يصاب بالمرض النفسي. هو شنو المرض النفسي؟ هو شنو كلمة مرض؟ مرض مرض شنو المرض؟ معناه اختلال في التوازن. الله خالق الكون متوازن، خالق الطبيعة متوازنة، وخالق جسم الإنسان شو متوازن. كل واحد عنده سكر، ولا واحد من بالناس ما عنده سكر، لكن إذا زاد السكر عن حتى الطبيعي يعني بعد 80 يصير عنده مرض. فاختلال في التوازن هو مرض. حتى التوازن في الجهاز النفسي إذا اختل عند الإنسان فهو مرض. بأكمل وأجاوب على جوك الأخ وبعدين أدخل على خط أنت إن شاء الله. فالمسألة وما فيها دور الدين وين؟ يأتي في الوقاية. لأن أغلب الأمراض النفسية هي حاجة لم تشبع، والدين دوره أنه يخليك تقنع وتعجل إشباع الحاجات. ولهذا الفرق وتكون بين الحيوان والإنسان طريقة إشباع الحاجات وتأجيل إشباع الحاجات. ولهذا من فلسفة الصوم الرائعة أنه يعودنا على تأجيل إشباع الحاجات. فأنا لو كنت متربي تربية دينية أؤمن بالقضاء والقدر، فكل ما يأتيني من الله أهلا وسهلا فيه، ما أعاني من مشكلة حينما أخسر شيء أفقد شيء. وأغلب هذه الحالات تخلق ضغوط على الإنسان فيصاب بالأمراض النفسية. أكبر مرضين نفسيين هاي الأمراض الحدية اللي هم عندنا الكآبة دبريسيون بالألماني وهستيريا. فالهستيريا هو توتر في الجهاز العصبي، يعني نوع من الضغط العالي. وهذا الكآبة دبريسيون أو دبريشن هو عبارة عن هبوط في التوتر العصبي. الكآبة إذا مرض الشارع الغربي على اسم السويدي الألماني فيصاب بمن؟ في أغلب الحالات كآبة. إذا مرض الشرقي فيصاب بالهستيريا. ولهذا معارضنا يمتى تكون؟ في شهر تموز في درجة الحرارة المرتفعة يصير عندنا نوع من الهستيريا. هذا الهستيريا بقى بيناتهم بكو شخصية سيكوباثية، شخصية يعني هذه حتى الآن ما يعرفون شلون يصنفوها، شخصية غير سوية يسموها سيكوباث باللغة الألمانية. زين بعد وعندنا مثلا السايكوسماتيك، أمراض جسدية ذات منشأ نفسي. أنا يوجعني راسي دائما، راسي يوجعني، حينما تبحث عن أسباب ستجد عندها سبب نفسي. في أغلب الحالات 90% من الأمراض يسموها سايكوسماتيك، أمراض جسدية ذات منشأ نفسي، أسبابها نفسية وتصيب الجسد، قرعة المعدة، آلام المفاصل، السكر، الضغط وغيرها. أي أمراض عندنا مرض اللي هو الأخطر، اللي هو هذا هو الأخطر، نسميه بالعامية الجنون، اللي هو الشيزوفرينيا. ثلاثة أنماط من عندنا، عند الكاتاتونيا، وعندنا الانفصام الدوري، وعندنا الانفصام الدوري. هذه هي ما يعاني الإنسان. الدين دوره وين؟ حينما تؤمن بالقضاء والقدر وتؤمن تشبع حاجاتك أنت، مو شرط بالضرورة اليوم أشبع حاجات، بكرة أشبع حاجات، لعل الأدواء أكثر، لعل الذي هذا دعاء الافتتاح، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هذه رشيته نفسية سيكولوجية. عرفت؟ فهذا الدين يقدر يأدي دوره. أما لا والله واحد مصاب مثل هذا قبل شوي ساتش شو يقول؟ الخايف يقول أنا خاف، عنده يسمونه هذا سفينكترشتونج بالألماني، الوسواس القهري. يقول له ليش تتوفى 50 مرة؟ هو أغلب المتدين مصابين بهذا الوسواس القهري. هذا لو يجيب كل معاملة الدنيا وكل الدين ما يحلوا المشكلة، مع اعتذاري سمعت الشيخ زين. فهذا وسواس قهري. زين؟ فالعلاج وين؟ العلاج عندنا عدة طرق في العلاج، هذه لها وقتها. عندنا العلاج الكيميائي، عندنا العلاج السيكولوجي، وعندنا العلاج المعرفي، أو عندنا العلاج اللي أنا أتبناه هو الحفر في الأعماق. في سؤال بعد؟
لا الاخ وحد سلتك؟ لا زين وحد اكثر ما وحد كثير. شلون؟ مش لا وضحت بس يحتاج لها وقت اكثر. ان شاء الله. لانه الله سبحانه وتعالى في القران يعني القران شفاء للناس. انت قلت لا انت ما ذكرت قلت انه الدين يكون وقايه ولكن لا يعالج. لا يعالج ابدا. كيف لا يعالج؟ انه في كثير اوروبيين مثلا كان عندهم خرجوا من 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 من, من المسيحيه او من العلمانيه دخلوا في الاسلام وجدوا راحه نفسيه وعادت كلهم مشاكل. عندنا الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس انا لو انا مصاب اسمع اخي لا مو لو انا مصاب بشيزوفرينيا لو جيب كل الحوس لو جيب انا اتحدى مش اتحدى جيب كل القران واتحدى كل الحوس واتحدى كل المشايخ رحم الله الهذل الشاعري يقول اذا المنيه انشبت افارها الفيت كل تميمه لا تنفعون انا اتحدى اذا مصاب بهذا المرض ان يطيب. فاين هي مسؤوليته الشرعيه؟ هذا ما عن المسؤوليه الشرعيه تسقط عن المسؤوليه الشرعيه هذا ينفصل عن الواقع فتسقط مسؤوليته الشرعيه زين فهذا ما عنده عقل فتسقط مو ولا تسقط مسؤوليته الشرعيه فبالعلاج حتى فيه شفاء لما في الصدور ونشوف القران الكريم شلون شفاء يعني انا اعيش شخصيه طبعا قبل ان اصاب بالمرض انا اعيش شخصيه مرتاحه من بسطة أو من بالقضاء والقدر أو من بما قسم الله لي أرضى أسعد بالدنيا ممكن أما حينما أصاب بالمرض ما ماكو حل إلا لو هاي الطرق العلمية وحتى أحكيكم قصة الشيخ ذكر أنا كنت في الناصرية طبعا وفي حي المعلمين ساكن فجاني أحد الشيوخ والشيخ يعرفه ما راح أقول بيه الشيخ جاب لي واحد من الغرف قال لي هذا شوفه يا دكتور شفته قلت له عم شبيك قال والله اهلي يقولون انت الظهر تنبح يومين تنام الظهر تقعد من نومهم تقوم تنبح تكون مو زي الكلب ورحت طبعا زياده هاي مصيبتنا رحت وين؟ رحت للسيد راح اذكرهم شيخنا الاسماء بس انت تعرف اخوانهم واهلهم بس ما بس اذكر اسمائهم ما اذكر بالتفصيل. رحت السيد رحمن. فالسيد رحمن قال لي انت متزوج جنيه. فبس ما الحل مو بيدي وين وداني سيد رحمن؟ وداني السيد جبار. رحت السيد جبار قال لي بسيطه انا راح اطلع حد جنيه يقول فتح لي جاب جريدة خلنا أقسم حتى أثبت ولو القسم ما نوم تعلم لا ما يقسمون ما عندنا أداة قسم باللغة العمانية بالمناسبة لكن قسما هذه حقيقة مو أمزح المهم فيقول فك حلقي جاب جريدة شعلها نار وطفاها ضرب بس الدخان وحطها وين بحلقي يقول صمم حلقي صم حلقي سيد جبار زميلي من الأول ابتدائي للسادس ابتدائي وكان اغبى طالب عندنا بالمدرسه. وراح سيد جبار تطوع في الجيش وراح. بس الان ما شاء الله سيد جبار، المهم يقول صابني وقعد علي ويقول ويصيح اطلع 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 يقول اخر شيء فحلي وقال ارتحلي يقول يا المخنوق قلت له ارتحيت. زين اي ارتحيت. بعد ما يتخجل اي شيء لا ما يتخجل شو يقول له مختلف فمع هذا يقول ما طلعت الجنيه اللي انا متزوجها، وين ودي؟ يقول ودون الواحد بالناصريه. ذكرها لي بالاسم بس مع الاسف اسمه ما ادري قال لي لو خالد يعني ذكر لي اسمه بس انا ما حفظت اسمه. يقول هذا قال لي روح اشتري خروف اسود. يقول رحت اشتريت خروف اسود، ليش اسود؟ ما ادري. يقول قال لي اذبح الخروف، يقول ذبحت الخروف قال لي صرخ، صرخت الخروف جاب الجلد والكرعان والكشه. يقول حقن علي وقعد علي ويصيح اطلع 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 يقول واخر شيء من كم عني قال ارتحت قلت قال طلعت يقول فاخذ الخروف يقول انا اشتريته ب 500,000 بعد يقول وطيتها ب 500,000 دينار عراقي يقول هذا صار مليون قلت له انا راتب معلم هذا زين مليون زين وكل شيء ما اخر شيء ايش طلع هذا الرجال مسكين قلت له انا والله مجاني المهم كان سويت يعني انا دائما اسوي التحليل النفسي هذا شخصيته من اعماقه فاخر شيء طلع ايش طلع هو هذا الرجل المسكين؟
هذا في صفوان، وهي مصيبة الشيعة. ما خلت روزة خون يقرأ صفوان، المنطقة صفوان فيها سنية، يقرأ عزاء الحسين شتم بعائشة بعض منطق زين. المهم يقول لك صفوان كان عندنا تحلية مياه اسمها تحلية الزهراء أيام داعش ب 2008. يقول أنا عندي كيكين صغير بصف التحلية، وعندي بيت يقول هم بلوكات أربعة خمسة مغطيين بسعف. يقول وما أحس إن القيامة قامت. أخذ يقول أنا شفت روحي المستشفى بالبصرة. ليش؟ فد واحد مو شايفها تحلية الزهراء وجاي وين شاحنة مفجر بها وحبلها تحلية الزهراء. ومخططه كل بهاي صفوان، منطقة صفوان، كل البيوت يقول بيتي راح، وضعي راح كذا، فهاي شو يسمونها الصدمة، صدمة نفسية رهيبة هاي. زين، لا لا على غلاج متزوج، ولا هم يحزنون، ولا ينبح، ولا رجال عنده صدمة نفسية. زين، وين دور الدين هنا؟ أنا طلع لي صدمة نفسية من هذا الرجال، شو أسوي؟ شو اسوي؟ اقرا على آية الكرسي مثلا، بركة، فاتحة بركة، دين بركة، قرآن بركة، لكن في الوقاية إيه؟ في العلاج لا، في التحسين ممكن بعد أن يتشافى الإنسان، نقول له صير آدمي، روح الجامع، اقعد، اتق الله، ابتعد عن الحرام، اقرأ من الأدعية، كثر من الأدعية، كثر من التسبيحات ممكن. أنا هذا الذي أقصده بالعلاج، أقصد العلاج أنك تقرأ عليه قرآن أو تدفن في المية وشيء. حبيبي أقصد بالممارسة، الممارسة اليومية للدين. يا مولاي يا مولاي متى؟ أنا دقيق جدا في عباراتي. وأعتقد الأخوة يشهدون لي أنه أنا أعتقد. أنتم دكتورة بي إتش دي. أنا عفوا شيخنا، أنا طرحت المسألة علميا، قلت لك الوقاية ممكن والتحسين ممكن، أما بالعلاج قلت الأوان قدش مقلوب. ما في علاج. يعني أحسن حسن بنصير خير بعدين أحسن. بلي سؤالك. يعني حضرتك دكتور تقولنا أنه الشخص الضعيف الإيمان، يعني ضعف الإيمان ما له شغل به كل الشغلات النفسية والشخصية الازدواجية وغيرها وغيرها والمشاكل اللي تصير مع الإنسان، ممكن أنه يكون ضعفه بالايمان او ابتعاده عن الدين عن الاسلام اللي هو رب العالمين انزل على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا سبب انه الشخص ضعيف الشخصيه، ضعف شخصيه او ضعف ايماني؟ ما ادري انت هل فهمت من حديثي؟ انا فهمت. انا ما بالعكس تحدثت عكسها، قلت انه في الوقايه قبل ان يصاب الانسان بالمرض اذا كان متدينا ويمارس طقوسه الدينيه ويؤمن الايمان. ترى يا جماعه انا كثير من الناس يجون يقول لي اؤمن، يقول والله انا مؤمن يا مولانا ولا اسوي له تحليل نفسي. طبعا مؤمن هو المؤمن في الفاصل زين، المؤمن يكون يتساوى ما بين الموجود وعدم الموجود عندك، هذا هو المؤمن زين. كن تؤمن انه والله هو الضار النافع، هذا هو المؤمن، يعني في حد التسليم، هذا هو الإسلام. الإسلام اسمه التسليم، هذا هو الإيمان. مش أنا ساعة قلبك وساعة ربك. فبالدين بالوقاية، أنا كنت دقيق في الوقاية، ما نادرا أن يصاب الإنسان المسلم بالأمراض النفسية. اسمع لاحظ عليها، الأمراض النفسية. أما الأمراض الذهانية حتى الدين ربما ما يعنيك. ليش؟ لأن بعض الأحيان الأمراض الذهانية نتيجة إصابات بيولوجية. شلون؟ قد يكون عندكم وقعت أنت من سطح على رأسك، فعندك يصير تشعر يعني تحطم في كثير من خلاياك، وخلايا الدماغ يسموها الخلايا النبيلة. هاي الخلايا صار آلاف الخلايا ماتت، لكن خلايا الدماغ من تموت ما تعوض. فحينما يصاب الإنسان مثلاً يتعاطى بعض المخدرات، يتعاطى بعض الأدوية، مثلا أجريت له عملية جراحية، شيلة يعني أو خلينا نقول زلنا فص من فصوص الدماغ اللي هو أثر تأثير حسي على جزء من تفكير الإنسان، فهذه الأمور تأثر وين؟ على الدماغ، وما يمكن نعالجها إلا أما بعلاج كيميائي، نعطي دواء أدوية معينة تعطى لهذا المصاب. دواء تعطى، ولهذا انتم الان تشوفون المخ، الان دراسات العلميه الحديثه عن المخ
ضاعت في متاهات، في متاهات. المخ الان عالم غريب، اتحسب انك جرم صغير وفي فنطوى العالم الاكبر. حتى هذه هنا دور الدين ما له علاقه، يعني جيب واحد بلا مخ شو يسوي؟ الدين يعطي مخ يزرع على مخ؟ ما دور الدين في الوقايه من الامراض العصابيه، الامراض النفسيه. ممكن ولد افضل طريقه هي تاجيل اشباع الحاجات. اغلب العالم تقوم الدنيا ولا بتقعد صدمه الحياه. شو هي؟ مثلا ابنه مات، او فلوسه خسر تجاره، او ما نجح بالدراسه، او فشل في علاقته الزوجيه، فتصبح عنده مشاكل عصابيه. الوقايه ممكن، بس من المرض الذهاني غير ممكن. بعد نجي انت الحصانه، انا عالجتك من مشاكلك النفسية وصرت في وضع زين، في وضع نقاهة. فمن الأمور اللي تساعدك هو الإيمان، هو العبادة، هو القرب من الله، هو الدعاء. هذه بل تفضل. تفضلت بحديثك قلت أنه طبعا كل واحد من عندنا مصاب بمرض نفسي، لا عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة نفسية. احنا طبعا هاي تلمسناها بشكل عملي، لاحظ أحيانا الإنسان نتيجة جهد الحياة ومشاكل الحياة أحياناً يتلمس هذا الظاهر، بس لما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بدليل الآية على بذكر الله تطمئن القلوب، نلاحظ أنه تتحول الحالة من حالة، يعني إلى صح التعبير، أنه حالة عدم استقرار، حالة قلق، حالة ضياع أو شيء، إلى حالة اطمئنان، حالة استقرار نفسي، وحالة يعني إذا صح التعبير حل لهذه المشاكل كلها. فبالتالي أنا أشوف يعني الالتجاء إلى هذا الطريق ما يعتبر هو بحد ذاته هو علاج. وقاية. ها؟ وقاية. هو العلاج شنو العلاج؟ أنت مصاب بمرض وتبحث عن العلاج. حينما تصاب بمرض وتبحث عن العلاج، هنا دور ما يعيده الدين، ما يعيده دور. أنا هكذا في التجربة، طبعا في التجربة أنا عندي عيادة وأستاذ في الجامعة وعندي عشرات التجارب، فبالتجربة ما شفت واحد شفى من مشكلة نفسية حقيقية. مو بعض الحين مشاكل مو مشكلة حقيقية. افترض بالألمان مثلا، احنا عندنا البيرة ما لها قيمة، مو صحيح؟ الألمان إذا ارتفع شوي سعر البيرة صارت أزمة، ها؟ فيعتبرها مشكلة، والله ما بيرة ما في، زين؟ فما إحنا مشاكلنا أخرى، مشاكلنا إحنا الآن العلاقات الزوجية، حينما مرة تأخذ أولادها وتترك رجلها بالحالة، أو حينما أولاد يتركون أمهم وأبوهم، شو يصير فيها؟ شو المشاكل؟ متأذب؟ يتأذى أذية نفسية، لو كان عنده دين، الدين هنا يكون حصانة. يقول أنا على المليان يسعى موجي بمقدار جهدي، هو ما عليه أن يكون موفق. أنا بذلت قصارى جهدي وحاولت أن أصلح زوجتي وأصلح أولادي وما أصلحوا، فأسلم أمري إلى الله. مو شلون تعذبني شيخ، راح صاحبنا داخل حسب وش عنده بعض الأحيان، يقول 12 ساعة الليل يا ناهي واثنين، تحولت دعوة للحلمة 70، السبعين لله ذيك الساعة. الله سبحانه وتعالى خير أمره كن فيكون. شنو تعرف أكثر عن مرض إيبولا؟ إيبولا شو يعني؟ شخص بمرض نفسي هو. أتربه لا تنسى أنه أنا كنت في ثقافتي ألمانية شخص بمرض، يعني نحكي شوي. إيبولا إيبولا أو صوتك إيبولا، هذا شنو هذا؟ هذا مرض نفسي. شلون؟ مرض ما يتعالج، مو مرض نفسي. لا انا ما اشوف هسه الامراض النفسيه حشيتها بالبلد. ولا مو مرض نفسي. الامراض النفسيه هاي ابونا ما تعرف، اقول بالاحرجز ما مر عليه بالالماني الا اسم اخر. زين؟ الا اسم اخر بالالماني، لانه انا حشيت لكل الامراض النفسيه. وانا هذا مرض جسدي وعلاجه الحشد. شلون؟ موجود بافريقيا. المهم هذا عرفت، هذا مرض افريقي، هذا مرض افريقي ما له علاقه. لا لا لا. الحج يحتاج شكل، هو يدري 100% هو شو هو هذا المرض نفسي. شو يصير هذا؟ ما اعرف بالالماني ما اعرف شو. لا قصده شو يصير؟ اعراض شو الاعراض؟
شنو الحج وعلى يشتهي المرض مو كل المرض الا اعراض شو اسمه احمد باي بولر يعني شنو اعراض الامراض يعني يعطي وجه ولكن هو عنده شخصيه ثانيه عندنا معروفة حتى البوسن. لا هذا بس يتبي يتغير. بالله ما اللي عندنا البوسن وأنا. لا مو هذا مو هذا. وهذا بيقول الشيخ ناصر يعني ما الإنسان هو مثلاً هادي ولكن لما يعني تستفزه ينفجر يطلع شيء ثاني. ازدواج صح. لا ازدواج الشخصية اللي معنا. بيقول يعني بالعربي ازدواج. شوف شوف عندنا بالألماني هذا يسمونه سكاي بيرسوناليش. اللي هو يسمونه بالانجليزي دبل بيرسوناليتي يعني ازدواج الشخصيه مو في صنف الشخصيه ازدواج في اقول في الشيء يوم من الايام بعد شعب مريت على وحده ما ادري تعرفون باللهجه العراقيه وحده دوس دواسه يعني انا جايكم والله عندها حمير وترى داير ما داير على البيدر حتى يركون البيدر الزرع حنطة الشعير فمرت على وحدة قلت لها شلون يجي صفيجة مرة كبيرة بالعمر اسمها صفيجة قالت للناس كلها فني أخي الكريم انتبه فعقق واقعا رائعة هذه رائعة هي مثل نظرية يونغ عند كل إنسان أي واحد منكم الآن عنده شخصيتين البيرسون القناع ياخذ كلمة شخصية بين ما قلنا بيرسوناليتي مقدم بيرسون لأن كان أيام زمان في الدولة أو في التاريخ اليونان بالتمثيل إذا واحد يصير ممثل مثل مثلا أعتذر من سماحة الشيخ يمثل دور شيخ رجل دين شو يلبس؟ يلبسونه زي ديني أو قناع على شكل زي ديني فهذا بيرسون القناع هذا الوجه اللي يخرج به للآخرين عكس شخصيته الحقيقية فيونغ اللي هو الرفيق الثالث عندنا يونغ وفرويد وأدلر وإريك فروم اللي الرفيق الثالث لفرويد يونغ قال عند كل إنسان من هذا الوجود أو في هذا الوجود عنده شخصيتين شخصية إلي بينه وبين نفسه واستيقنوها شو وجحدتها أنفسها شخصية إلي وشخصية يظهر بها للآخرين طبعا هذا يونغ انا عندي راي كل انسان له ما لا نهايه من الشخصيات كل انسان كل واحد منكم الان بغرفه النوم له شخصيه وبالجامعه له شخصيه وبالشارع له شخصيه ومع الاصدقاء له شخصيه ودائره الحكم له شخصيه وحينما يصلي مع الله سبحانه وتعالى له شخصيه فالشخصيه ما لا نهايه المهم نرجع صاحبتنا صفيجه أنا ما قلت سيدي بس أكمل أروح أرجع لسويجة كمل لنا مال سويجة سويجة قلت لها شلون أنت سويجة قالت الناس كلها اثنين بس الله واحد كل من يعرف به لكن يجاهد فشلون سويجة هاي حكمتها سبقة يونغ هاي فلسفة كل إنسان منكم الآن وأنا الجميع له أكثر من شخصية وهذا بيرسوناليتي بالألماني مأخوذة من القناع الإنسان يخرج بأقنعة مختلفة للناس في سؤال بعد؟ شكرا لكم جزاء لا لا أخذ هذا السؤال وأخذ السؤال يعني حتى في الثقافة حتى في الغرب هو مشكلة الإنسان ما يجرأ أن يشوف طبيب نفساني لأنه يمكن ينظر إليه أنه مجنون الخبر أقل من حتى لاحظ الدكتور يعني حتى الأسئلة طرحناها كثير من الناس أنه يعرف مرض نفسي مثل مرض جسدي لا تأخذ أدوية مثل ما تأخذ أدوية ما تقدر أنك بالدين تعالج مرض نفسي لأنه لازم أدوية صحيح مرض جسدي لا عندنا قلت لك الذهان يحتاج أدوية المرض النفسي يحتاج معاملة هذا بالمناسبة الشرقي حتى لو تعجب ما يقبل منك إلا تعطي أدوية ولهذا أنا أغلب الناس عندي دائما عندي محضر هذا البلاسيبو يعني كبسول خالد شكر خالد دارسين حسين خالد بكركم اكثر شيء خليه بكركم لانه فايده بكركم زين وياهي واحد ما ينام اعطيه وحده عنده الكلى اعطيه وحده بالمناسبه هنا
اسمعني شيخنا اختم العتبات المقدسة. العتبات المقدسة ما هي إلا مصحات نفسية بشرط أن نوظفها بالطريق الأسلم. ولهذا مهما اتلهمت الخطوب حينما تلتجئ أنت لعتبات الزور هذا الإنسان البسيط تخف عنه، تخف عنه معاناته، لن يشعر أنه هذا الإمام اللي يزوره قاعد يسمع له. وهذا أنا أسميه البوح، البوح بمكنونات الذات، هذا يسمونه باللاتيني يسمونه كاثرسس، تنفيس. أنت لا ما نفست ها ما تموت، لكن تشوف لك واحد يسولف عليه ترتاح. صل على محمد. شكرا لكم، جزاكم الله خير، حياكم الله، سعدنا كثيرا.